يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا احنا من خلال حلقه النهارده عايزين ننور فكره الامهات الناجحات للابناء الناجحين، فبطبيعه الحال كل فقراتنا هنتكلم من خلالها عن الامهات وعن ازاي بيقدروا يعني يتحملوا كل الاعباء يعني الكتيره قوي والتقيله قوي الحقيقه عشان ينجحوا في ادوارهم كامهات، وكمان عشان يقدروا يشوفوا اولادهم هم كمان بدورهم ناجحين. طبعا كلام كتير جدا عن دور الام في حياتنا، ومفيش الحقيقه يعني حاجه نقدر من خلالها نوفيهم حقوقهم، ولكن ادينا بنحاول نجتهد بان احنا نبروز الامومه وماهيه الامومه. معانا في الفقره الاولى كابتن سلوى محمود، وهي اداري باكاديميه يد النادي الاهلي وام للاعبتين في النادي الاهلي جنة وسلمى. صباح الفل وكل سنه وحضرتك طيبه منورانا. صباح الفل، نوركم. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه وكل امهاتنا مره تانية. ويمكن جنة كانت معانا، جت معانا في 10 الصبح واتكلمت كمان، انا فاكره كويس قوي معايا انا وكريم عن دور حضرتك كمان في يعني مشوارها، وقد ايه برضو كنت داعمه ليها، يعني داعمه ليها بشكل كبير جدا. فخلينا نبدا بس مش من جنة بقى، هنا نبدا بحضرتك. حضرتك كنت رياضيه قديمه، واكيد برضو كان وقتها مش زي دلوقتي مفهوم الرياضه النسائيه. ازاي ابتديتي حضرتك في مجال الرياضه، وهل كان في تحديات، وهل كان اهل حضرتك بيشجعوكي؟ يعني خلينا نبدا من الحته دي. هو انا ابتديت سباحه في النادي الاهلي وكان عندي 5 سنين، فطبعا بابا وماما ربنا يديهم الصحه هم اللي كانوا متوليني. طبعا الفتره دي فعلا كان دور اولياء الامور مش ظاهر قوي زي دلوقتي، او الاهتمام بالرياضه ما كانش، يعني كان في طبعا رياضه واهتمام بالرياضه، بس الكونسبت ان يبقى اطفال ونوديهم سباحه ونروح تمرين الفجر والكلام ده فكان لسه يعني. بس بابا وماما ربنا يديهم الصحه طبعا هم اللي ابتديت مع السباحه 5 سنين، وبعد كده ابتديت بقى هاندبول 12 سنه، والحمد لله فضلت في هاندبول ومنتخب مصر واتجوزت وخلفت ولعبت شويه وبعد كده اعتزلت. اوكي، طبعا ربنا يدي للوالد الصحه وطول العمر، بس احنا عايزين نقف شويه عند الوالده بصفه خاصه. بيتهيالي لو ما كانتش الوالده حضرتك عملت معاكي كده انت شخصيا من وانت عندك 5 سنين وبتاخدك تمرينات صبح وظهر وفجر في بعض الاحيان على حد يقولك، ما كنتيش انت كمان بدورك هتعملي كده مع البنات؟ ولا اكيد إيه؟ طبعا طبعا يعني طبعا. احنا عايزين بس يعني نبين للناس اهميه ان لما الام بتحسن تنشئه الاولاد، صح. الاولاد هم كمان لما ربنا يعني يكرمهم ويرزقهم باولاد هم كمان بدورهم هيعرفوا ازاي يربوا. اكيد طبعا. لا ماما ربنا يديها الصحه، يعني كان موضوع الرياضه ده بالنسبه لنا كان يعتبر شيء اساسي، وشيء اساسي ان ابقى اروح التمرين وارجع من المدرسه واروح التمرين. وطبعا هي كانت يعني فتره بعد الظهر هي بصراحه اللي كانت متحملاها. بابا ربنا يديله الصحه ويشفيه يا رب، هو كان ممكن بيوديني تمارين الصبح، لكن ماما تمارين بعد الظهر هي اللي كانت متولياها كلها. بالنسبه للهاندبول كنت كبرت شويه فابتديت اعتمد على نفسي، وكانت اختي الكبيره كابتن سحر محمود معايا، فهي كانت بتلعب هاندبول، ف يعني ابتدى الدور ماما يعني ينسحب شويه. لكن ان هو فكره الرياضه وفكره ان في رياضه وفكره كانت طبعا هم خلاص اسسوا بالظبط بالظبط، فكان لا دورها كبير. وعلى طول حتى لغايه دلوقتي مع بناتي يعني تتصل وقت الماتش ايه الاخبار وكم كام وصلتوا لايه. فلا ربنا يديهم صحه، يعني لا طبعا دور ماما كان كبير جدا معايا، وهو ده اللي خلاني ان انا يعني هي مش يعني في اهالي مثلا ازاي ما تجولناش عندنا تمرين، ايه يعني عندكم تمرين، ايه يعني عندكم بطوله. لا هم متفاهمين جدا للدور ده، يعني ماما متفاهمه جدا ربنا يديها الصحه لموضوع ان في رياضه. معلش ماما ممكن اقصر معاها شويه، فلا ربنا يقويكوا انا عارفه كده يعني. فطبعا لا دور الام بيبقى بيفرق جدا، وخصوصا لو الام مهتمه بالرياضه ولو الام رياضيه في حاجات كتير بتتغير. بس فربنا يقوينا بقى، وكل سنه وكل الامهات بخير يا رب. يا رب ويخليهم لنا ويرحم زي ما قلنا برده في البدايه كل ام، ويصبر اولادها ودايما نفتكرهم بدعوه يعني. بس شق بقى ان احنا بنتكلم برضو عن يعني عيد الام، برضو لازم نتكلم عن التضحيات، واكيد والده حضرتك او حضرتك في جزء تضحيات قدمتوه ومش منتظرين يعني اي مقابل يعني تجاهه. ف ايه اللي حضرتك بصراحه جدا، ويمكن يكون الكلام ده اول مره لو بنات حضرتك دلوقتي بيتفرجوا يعرفوا، ايه التضحيات اللي كنت بتعمليها في الصمت لمجرد بس انك عايزه البنات يكونوا حتى الجو العام متاح ليهم ان هم يتمرنوا وان هم كمان يكونوا يعني ناجحات على الصعيد الدراسي، لان المعادله ما اعتقدش سهله. بالظبط.
يعني هم مثلا ممكن يكون اليوم متنظم بالنسبه لهم وهم مش فاهمين انا بعمل مجهود قد ايه عشان انظم وقت الدرس مع وقت التمرين مع المدرسه. هم يعني البلان محطوطه وهم ماشيين عليها، هم مش عارفين المعاناه اللي انا بعانيها. بقى حضرتك كنسلتي حاجات كتيره وايفنتس وحاجات خاصه بيكي لمجرد انك عايزه تروحي معاهم. وبعدين انا ابتديت شغل من حوالي 4 سنين، فابتديت يعني في فتره معينه كنت هم نمرة واحد لغاية ما ابتديت أشوف بقى الدنيا فيها إيه بالنسبة لي يعني. فطبعا هم كل ده مش يعني، بس هم ربنا يوفقهم، هم برضو ملتزمين ومجرد إن الطفل بيبقى حابب الرياضة فبيساعد. صح. فبتفرق بقى إن لازم نخلص حاجات علشان ورانا حاجات، فحتة التنظيم دي مجهدة جدا بالنسبة للأم، إن هي تظبط ميعاد التمرين مع مواعيد الدروس مع مواعيد المدرسة. فالموضوع ده يعني ومشاوير بقى، يعني ممكن مثلا الدرس الساعة 6 فممكن الدرس يبقى جنبينا فلا مش هينفع، فالدرس نخليه الساعة 8 في التجمع مثلا. بتوصليهم بقى حضرتك كل الحاجات دي؟ ها يعني الحمد لله. طبعا يعني الأمومة من حيث المبدأ كغريزة وكفطرة ربنا زرعها في الست، يعني أكيد صعب يعني الكلمات تديها حقها أو حتى توصفها، بس أدينا بنحاول نقرب الكلام عشان نفند كده تفاصيل الأمومة. يعني من وجهة نظر حضرتك بعد ما كنتي خضتي فترة زمنية من حياتك كابنة لأم أحسنت التربية وحاليا الوضع اتغير، حضرتك بقيتي أم أحسنت التربية لبناتها، الأمومة دي ما هيتها؟ إيه هي الأمومة لو قلنا الأم تساوي مجموعة كلمات؟ عطاء. عطاء حلوة. يعني هي الأمومة عطاء بدون مقابل. وممكن الموضوع ده حسيته لما بقيت أم، حسيت قد إيه ماما تعبت، وأنا في الفترة دي ما كنتش مستوعبة كمية التعب اللي هي تعبته. ابتديت أحس بعد كده وأنا أم كمية المعاناة والتعب والتضحية اللي هي بتعملها، بس الحمد لله يعني هو عطاء بدون مقابل. يعني الواحد مش مستني مقابل، هو المقابل الواحد مستنيه النتيجة النهائية ليهم. هي دي أحسن حاجة الواحد يشوفها بالنسبة للبنات. دي الترضية أو الجايزة يعني. بالضبط، هو ده المقابل اللي الواحد مستنيه. بس هو يعني الحمد لله هو الواحد بيعمل وكله عند ربنا ان شاء الله. هو كله عند ربنا فعلا. مش في نقطه مهمه ان احنا لو جينا اتكلمنا برضو، اكيد الاب ليه دور في مسانده الام، بمعنى لو انا ام وشايله كل حاجه على يعني مش كتافي بقى على دماغي ومفيش اب بيساعد ولو حتى يعني بكلمات تشجيع، الموضوع برضو مش هيتم. يعني هتلاقي القصه مش ماشيه بسلاسه، مش هتلاقي النتيجه في الاخر فعلا اللي هي النتيجه اللي احنا بنتمناها. فبرضو دور الاب والد حضرتك، دور الزوج، لان ده برضو شيء بيكمل القصه كلها. طبعا طبعا. يعني أنا بالنسبة لبابا ربنا يديله الصحة ويشفيه يا رب، كان متعاون جدا جدا. يعني أولا تشجيع، غير التشجيع أنه هو كان بيساعد كمان. بالنسبة لزوجي هو كابتن محسن سليمان، هو كان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي كرة اليد. هو ظروف شغله ما بتسمحلوش أنه هو يبقى متواجد دايما مع البنات أو معانا، بس يعني كفاية ان هو مثلا موافق ان احنا يعني وقت كبير بنبقى بره البيت، فهدي تعتبر مساعدة منه ان مفيش اعتراض برضو. ده يعتبر تشجيع للبنات، عارف هم واصلين لايه، ممكن يكونش متواجد معاهم بس عارف هم واصلين لايه. ف وبعدين ماديا طبعا ربنا يديله الصحة اكيد. موضوع يعني شايله طبعا. طبعا طبعا أكيد. فده بند كبير يعني. لا وفي بدايه جوازكم اكيد برضو فكره ان رياضيه تتجوز من رياضي غير لما تتجوزي حد ملوش علاقه بالرياضه، فمش هيتفاهم ان يعني مش هيتفاهم ان في وقت للتمرين لازم مثلا اصحى الفجر او صح. اصحى مواعيد معينه مش هتكون موجوده، فالموضوع بالظبط. لان انا اصلا لعبت كمان بعد الجواز، يعني خلفت بنتي الكبيره ولعبت وبعد كده اعتزلت، وهو كان لسه بيلعب، فكنا ساعات بنسافر بطولات مع بعض. فيعني لا طبعا متفهم يعني ايه رياضه ويعني ايه هننزل ويعني ايه عندنا ماتشات ويعني ايه هنسافر عندنا ماتشات. فالحمد لله الدنيا لطيفه يعني. جميل. جنه وسلمى جنه ولا صح كده؟ جنه وسلمى ربنا يفرحك بيهم وتشوفيهم احلى عرايس في الدنيا. هم بسم الله ما شاء الله عليهم ناجحات جدا، سواء اكاديميا على صعيد الدراسه او حتى رياضيا. انا عايز اسال حضرتك اكتر الاوقات اللي بتكوني فعلا حاطه فيها ايدك على قلبك، هل فتره الامتحانات مثلا بتكوني خايفه عليهم وقلقانه، ولا فتره البطولات والماتشات المهمه؟
ولا أني توقيت بيبقى فعلا ايدك فيه على قلبك زي ما بيقول؟ طبعا الامتحانات بس يعني بتعدي مفيش مشكله، لكن لما بيبقى في ماتشات جامده او بطوله جامده لا الوضع بيبقى مختلف فعلا. يعني بتقلقي اكتر في البطولات عن الامتحانات؟ بحس ان انا لان يعني لا لما بطوله والنادي الاهلي فلا الوضع بيبقى مختلف، وهي بتبقى متوتره شويه، فلازم يعني ممكن اهديها اكتر ما اهديها الامتحانات يعني عادي شيء. امتحان رايحين امتحان مفيش مشكله، لكن لما بتبقى بطوله وماتش جامد لا الوضع بيبقى مختلف شويه. ابتدي اهلها نفسيا ويعني ان الماتش جامد لازم نركز، وابتدي اهلها ان عادي الرياضه مكسب وخساره، بس احنا النادي الاهلي لازم نكسب، مفيش عندنا حاجه اسمها خساره، عادي لو الماتش حصل فيه دروب عادي ان احنا نكمل. بص الاهلاويه برضو مفيش فايده والله الاهلاويه ما لهمش حل. مش كانت الجمله اللي فاتت يا ست الكل اللي الرياضه مكسب وخساره؟ ايوه بس احنا كاهلاويه مفيش حاجه اسمها خساره. هو بيقول لك سواء الاهلي كسب او الاهلي كسب فاهم ازاي؟ هي كده معاك حق. يعني احنا مثلا لما نخسر دي مشكله، لو جبنا درجه وحشه الموضوع يعني ممكن يعدي شويه. شوف لدرجه ايه. والله صح فعلا. طب خليني اروح بحضرتك برضو، يعني انا معلش هنستغل وجودك كأم وكرياضية ونعب الانعكاس على المجتمع دلوقتي، لان احنا بنشوف كتير قوي بنات حتى شابات صغيرين تحسي ان هم للأسف يعني بلا هدف، لا يعني مش بس بلا هدف، محدش بيقول لهم مثلا انتوا هتعملوا ايه في الحياة ولا هم عايزين يقدموا حاجة. ده بقى الخلل ده، لان دي نماذج موجودة للأسف، ده بيرجع لإيه؟ بيرجع للتربية، بيرجع لعدم وجود الأم بشكل حقيقي؟ برضو حضرتك كأم كلمينا، لأن مش كل البيوت فيها هذه التربية اللي هو أنا حريصة أن بنتي تطلع بطلة، حريصة أن بنتي توازن ما بين الدراسة والرياضة. يعني النماذج الموجودة دي لو حد بيسمعنا إزاي يحاول يتجنبها في حياته؟ يعني أعتقد أن هي سلبية جدا. سلبية جدا. هو أهم حاجة ما يبقاش فيه وقت فراغ. أيوة دي نقطة كويسة، لأن وقت الفراغ هو اللي بيبتدي يعمل مشاكل خصوصا بنت او ولد. فالرياضه ماليه جزء كبير من الوقت، فما عندناش وقت. فاكيد لو حد مش بيمارس رياضه اكيد مش كل الناس بتمارس رياضه، فممكن نستغل وقت الفراغ بقى في اي هوايه، مش لازم تكون رياضه. فلازم الام توصل للحاجه اللي تبقى مفيده للولد او للبنت بحيث تستغل وقت الفراغ ده، لان هو وقت الفراغ هو اللي بيعمل كل المشاكل سواء للصغيرين او الكبار. وده رجع برضو للأم ممكن كابتن سلوى، يعني ممكن الأم تكون أصلا حياتها كده يعني ما فيش هدف فيها، فبالتالي بتنقل يعني للبنت. أكيد فإحنا أكيد نستغل برضو النهاردة أن حتى لو أم حياتها ما حققتش اللي هي عايزاه ما تعكس ده على بنتها، بالعكس تحاول تعوض. هو أهم حاجة اللي إحنا كل يوم يعني نصحى فيه بعون ربنا كده، لازم يبقى فيه هدف، فيه خطة لليوم، عارفين الساعة كذا في كذا، الساعة كذا في كذا، ما يبقاش المواضيع مبهمة. فحتى لو احنا في وقت هيبقى هنقعد على الموبايل هنخرج بس برضو معروف احنا منظمين الدنيا. لكن اليوم يعني اليوم زي النهاردة زي بكرة زي بعده لا ما ينفعش. هو النقطة اللي حضرتك وقفتي عندها الحقيقة في منتهى الأهمية، فعلا وقت الفراغ هو اللي عادة بينتج عنه الكثير من المشاكل. ام سلمى انت نورتينا، ربنا يفرح قلبك بجنه وسلمى وتشوفيهم احلى بنوتات واحلى عرايس واحلى بطلات في الدنيا. يا رب اشكرك على وجودك، شرفت بوجودكم جدا. واحنا كنا سعداء بحضرتك وسعداء بالنموذج اللي احنا شايفينه، وبنتمنى كل الاسر يكون فيها النموذج ده، لان الام هي برضو يعني الاساس. طبعا الاب ما يعني محدش هيقدر يقول ان هو ملوش دور، ده دوره حقيقي ودوره برضو كبير جدا، ولكن الام هي الاساس، الام اللي بتعكس، الام هي اللي دايما بتكون عايشه في تفاصيل بناتها وولادها، فهي الأقرب كمان إن هم تدفعهم للأمام. فنتمنى كل بيت مصري يكون فيه نموذج لمرأة فعلا بتربي أجيال هي عايزاهم يبقوا حاجة ويبقى ليهم تأثير إيجابي في المجتمع سواء ولد أو بنت، ما بتفرقش العبرة كفاءة. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل، ومعنا نموذج آخر رائع من المجتمع حول المرأة. فاصل ونرجع.